اشكو الموقع ديالكم لطيف والضيف والاخوه الاصدقاء ديالو على الاستضافه في طور هذا العمليه الانتخابات اللي كانت مهمه جدا لهيئه المهندسين وكل تعرف الاهميه ديالها المعنويه للمهنيه ديالتي و درت واحد المجموعة تدخلات واحد المجموعة المواقع على كل حال تفسر البرنامج الاخوان اللي معايا كذلك الفريق فسروا البرنامج ديالهم بغيت نوضع بعض النقاط على الحروف فيما يخص التدخل ديالي معكم. حنا على يوم الانتخاب مع كامل الاسف عرفت بوسائل خاصة طلعت واحد المجموعة المعطيات ومعلومات اللي حاولت ندققها وحاولت داكشي وصلت للخلاصات اللي هي غادية. انا اقول بشكل واضح وصريح والفساد داخل هيئة المهندسين يجب إعلان الحرب عليها. وأقول 35-40 سنة ديال النضال من أجل الديمقراطية، من أجل حقوق الإنسان، من أجل الدفاع على الناس الشرفاء في هذا الوطن ما يوقفش مع الانتخابات. تنحترم التصويت ديال الإخوان والأخوات المهندسين كيف ما بغاو، ولكن أقول سأعلن الحرب على كل فاسدين داخل هيئتنا كيف ما كان موقعهم ومن ما اي موقع كان عندي. فاللي بقى فيه ماشي انه يهضروا عليه ما عندهم ما يهضر عليه شي واحد، ولكن اللي بقى فيه انهم تطلق واحد مجموعه اشاعات على مناضلات ومناضلين مهندسات ومهندسين معماريين. الهدف هو المس بالمعلويات ديالهم والضبط ديال 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 المشروع ديالهم للهدف ديالو. فانا في الفريق اللي واحد الفريق فيه مهندسين ومهندسات منهم الاخت حنان بوشتالا ومنهم سي سقاط منهم السي عزيز درويش وتنعرف القيمه ديال هاد الناس المعنويه والقيمه ديالهم ومدى الرغبه ديالهم انهم يطرحوا مشروع بديل. فاقول للمهندسين المعنويين اللي غيصوتوا يتحملوا مسؤوليتهم التاريخيه والمعنويه لان الوضع خطير والتعاملات وقلها المؤامرات التي يقودها بعض رؤساء بعض المجالس الجهويه سنواجهها وبقوة لأنهم يريدون أن يبقوا على وضع الفساد ولأن العديد منهم يديهم خشية في واحد المجموعة الملفات خطيرة جدا في المحاربة ديال الديمقراطية وضمقاطة المشاريع وضمقاطة العمل المهني ديال الهندسة المعمارية. لن نسكت على هذا وسنعلن مباشرة على خلق هيئة وطنية لمحاربة الفساد داخل مهنة الهندسة المعمارية لأن ما يمكنش نسكتوا على هذا الشيء. وأشير وأؤكد على أنه هذه الإشاعات التي تستهدف كرامة وشرف بعض المناضلات المهندسات ولذا تمس كذلك بعض المناضلين المهندسين لعل كل حال مثلا كل يوم الاحترام السي الودي سامي الودي رئيس ديالنا أكن سابق أكن الاحترام والتقدير واللي بغى يستعمل بعض المسائل اللي هي داخل المزال عند القضاء وماشي بحق اي واحد يعقب عليها ولا يعطي عليها راي. القضاء هو الوحيد اللي غيحدد القرار. فبالنسبه لي الى حد الساعه سمير ودي بريء الى ان تثبت ادانته مع طرف القضاء هو الوحيد. ومع القضاء كاين مراحل التقاضي تعرف مزالو، ولكن المس واحد المناضل واحد المهندس معماري في ظروف خاصه نفسيه واجتماعيه واقتصاديه انه تعبر على واحد النوع ديال الخساسه واحد النوع ديال التدني امام وضع يمكن يعيشه اي مهندس معماري ولا مهندس معماري حتى واحد ما كبير على شي حاجه ولا يهرب شي حاجه. وتنقول وتنبغي ناكد على ان المؤامرات التي تقام من ضغوطات كبيره على بيادق على 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 بعض الناس اللي تيقودوا حملات تحت الدف وفي مواقع اداريه لا يحترمونها بل ان مواقع وزاريه في دواوين وبعض الرؤساء السابقين للهيئه اللي الماضي ديالهم في هذا الجانب لم نعرفه بعد وسنعرفه من بعد على مستوى التسيير المالي على مستوى كونهم خساسه امضاء هذه الصفقات التي الصفقات العموميه دابا ديال المهندسين التي تعاني منها المهندسين ولهم المسؤوليه التاريخيه في هذه العمليه. لن تمر المسائل بسلام ولن تمر بسلام ولو يطلب مني هذا الشيء اي حاجه يطلب مني. الدفاع على شرف المهندسين العماريين، الدفاع على كرامتهم، الدفاع على المجهودات الجباره التي تقوم بها. ودفاع هو دفاع على الوطن، هو دفاع على
كل المرحلة التي عيشها وطننا من أجل الديمقراطية والحداثة ومحاربة بؤر الفساد كيفما كانت وكيفما كان وقعها. وتنحذر من التلاعبات والقيام بواحد الصفقات ليلية من أجل الاستمرارية ديال استحواذهم على مناصب ومسؤوليات على مستوى المجالس الجهوية. بعض المجالس تقول بعض لأن احترموا أخوين اللي عندهم الشجاعة في القرار التأديبية وفي الجوع الجوع الدار اللي خداوا بعض المجالس وتحترمهم، ولكن بعض اللي اختلسوا الأموال ديال المهندسين المعينين يتم اختلاس أموال ديال المهندسين المعينين وتتحمل مسؤوليتها التي خلصوا لكي تشرطي هذيك أموال ديال المهندسين المعينين ماشي أموال ديال العشوات ويفوقوا بيناتهم، أموال تابعة للمهندسين بحق المهندسين يدافعوا عليها ويراقبوها وفي غياب أي مراقبة ديال الهيئة الوطنية. فالكل خصو يتحمل مسؤوليته، ولن نقبل المساومة ولن نقبل استعمال بعض المهندسات والمهندسين ككراكيز لقيام الانتخابات ويستعلوا المواقع ديالهم باش أنه يدوزوا مواقفهم. الكل تعرف أنهم كراكيز ما يمكنش يدافع عن المهنة حتى في أول امتحان في مواجهة التحديات اللي تفرضها واقع الصراع داخل البلاد. فلا للكراكيز، نعم للمناضلين الشرفاء والشريفات للدفاع عن المهنة، لا لمس بسمعة المناضلين والمناضلات. حذاري وحذاري من كل من يتطاول على المناضلات والمناضلين وعلى المنصات من أجل أن هذه اللحظة التاريخية ديال الانتخابات تكون هي تعبير على من يستحقوا في حرية في انضباط. المهندسين ما صح حقهم وحريتهم، ولكن بدون بيع وشراء، بدون صفقات ليلية خفية، بدون استعمال أساليب خسيسة. وما تنظنش بأن شي مدينة أو لا شي منطقة أو لا شيها هي ملك لشي واحد. مدن الوطنية فاس مدينة الوطنية والحركة الوطنية ما عند حق حتى شي واحد يمارس الإرهاب على المهندسين تما ولخدمة أجندات خبيثة وخفية من أجل أن يدوزهم. سنواجه وسنحارب وسنعلن الحرب عليه. شكرا.